Hello everyone, good morning and welcome back. Today is our third quick revision video. النهاردة الفيديو الثالث لينا بنراجع sorry بنراجع مراجعة سريعة على ما سبق. If this suits you, بكرر نفس الكلام كل مرة. لو الأمر مناسب ليكم بالشكل ده, okay, go on, continue with us. إذا حاسين نفسكم تايهين أو إني بتكلم بسرعة أو إنه الموضوع محتاج تفاصيل أكتر من كده, فأوريدي الكلام ده كله مشروح على قناة اليوتيوب بالتفصيل. يعني السيشن بتاعت النهاردة دي اللي هو يونت 3, كنا تقريبا واصلين فيها للمحاضرة رقم 13 و14, فأوريدي هم موجودين على اليوتيوب, تقدروا ترجعوا لهم وتسمعوهم بالتفصيل, وصدقوني they will help you a lot. إذا أنتوا حد حضر معايا قبل كده وسمعتوا الكلام ده, ف it's okay for you إن أنتوا تدخلوا معايا من دلوقتي في الفيديوهات دي, بما إنها quick revision فبس بنراجع سريعا جدا على أهم الأشياء يعني. أوكي؟ before I start, قبل ما أبدأ بس حابة أقول عن سؤال وصلني بعد الفيديو اللي فات من حد تقريبا بيدرس في مدرسة ثانوي, يعني هو لسه في ثانوي, فهو بيقول لي I can't speak that fast. How can you speak fast? I can't understand this. هو that's why إن إحنا اتعودنا, يعني بيقول لي أنا في ثانوي وأنا مش قادرة أفهم السرعة دي أو مش قادرة أتكلم بالسرعة دي كمان. إزاي أنت بتتكلمي بسرعة كده؟ فبس أنا هجاوب على السؤال ده وعلى طول هروح للكونتنت على طول بتاعنا. يعني هو مبدئيا طول ما أنا مش بسمع لحد بيتكلم فاست أنا مش هقدر أتكلم فاست. It's a matter of practice. لما أنا أتدرب هقدر أقلد, لكن طول ما أنا ماشي برتم معين إني بسمع لحد معظم شرحه بالعربي, يعني معظم شرحه بالعربي, في برامج حققت نجاحات رهيبة وكان أغلبية الشرح فيها كان بالعربي, بس I didn't like it that much. ليه بقى؟ لأنه أنا محتاج وأنا بسمع إنجليش إني أتدرب. ليه دايما بنحس إن إحنا مش عارفين نتكلم؟ إحنا عندنا 4 skills, 4 مهارات. عندنا طبعا اللي حضروا معايا عارفين الكلام ده كويس جدا, عندنا listening, speaking, reading and writing. listening, speaking, reading and writing. listening وسبيكينج وريدينج ورايتينج. اوكي نكتبهم بسرعه عشان تكونوا عارفين انا بحكي في ايه. listening speaking وهم بنفس الترتيب ده, وطبعا احنا قلنا الكلام ده كتير جدا جدا قبل كده, يعني هم بنفس الترتيب ده في اللغه. يعني انا لما اجي ابدا when I start learning a new language I have to follow this order, انا لازم اتبع الترتيب ده. انا هبدا بالlistening. ليه؟ عشان أنا لو سمعت صح, لو سمعت native speakers ولو سمعت حد بيتكلم fast I'll be able to speak like him, هيكون عندي القدرة إني أتكلم زيه. بعد كده ببدأ أطور مهارات الريدنج والرايتنج اللي هما شوية أكاديميك, يعني أكاديمي شوية, لكن الليسننج والسبيكينج دول هما أساس إني أتكلم English. If you listen to native speakers, you will be able to speak like them. If you listen to someone who speaks fast, you will be able to speak like him. لو سمعت حد بيتكلم بسرعة, مع الوقت صدقوني مع الوقت. Don't give up, never give up. ما حدش ييأس, مع الوقت صدقوني ومع التكرار بتلاقي نفسك بتقدر تكرر كويس جدا زي اللي بيتكلم بالظبط. لكن هتروح تسمع او هتدور على حد بيكلمك بقى بالراحه واحده واحده وثلاث ارباع الشرح بالعربي, فمفيش يعني خلاص باخد المعلومه وبتقع مني لانه already I didn't practice it, انا ما اتدربتش عليها, انا مفيش حد عملت معاه conversation in English, انا مفيش حد شجعني على انه دي حاجه بنسميها يا جماعه exposure to language. يعني ايه exposure؟ يعني التعرض للغه, exposure to language. بدون ما ادخلكم في تفاصيل عشان ما اضيعلكوش الوقت, الاكسبوجر تو لانجوج ده يعني حتى احنا كتيتشرز لما نيجي نشغل تكست اوديو صوت في الصف يقول لك يعني play it for the first time as a whole part, ما تعملش pause, ما توقفش في النص, ما تديش فرصه للطالب انه يقف في النص. ليه؟ احنا مش بنعقد الطالب, احنا بنعمل له حاجه اسمها اكسبوجر تو لانجوج. اكسبوجر تو لانجوج يعني بعرضه للغه as it is from native speakers, زي ما هم بيتكلموها بالظبط انا بعرضه ليها. ف that's what I'm trying to do with you, ده اللي انا بحاول اعمله معاكم. بس you are on the right track, انتوا على الطريق الصح. حتى لو انت مش فاهم, حتى لو فاهم بنسبه 40%, حتى لو فاهم بنسبه 30% اللي هي الانجلش سنتنسز طبعا اللي انا بقولها, it's okay.
برضو انت على الطريق الصح، ومع الوقت صدقوني هتلاقوا نفسكم بتتحسنوا. مش هطول عليكم كتير، بس انا مبسوطة جدا ان هو في ثانوي ما شاء الله ربنا يحفظه، وبدأ من دلوقتي يفكر how to improve his language، لانه دلوقتي اسهل كتير جدا من بعدين لما ياخد الخطوة، وهو دلوقتي في الوقت ده so هيبدأ يركز فعلا مع كل حاجة مختصة بالإنجليش بتمر عليه، هيبدأ يتدرب فعلا، غير لما أسيب نفسي لما أخلص دراستي تماما وأبدأ بقى إيه أفكر في اللغة. ما هو إحنا طول عمرنا بندرس لغة، يعني من أولى ابتدائي لثاني عشر أو لحد ثالثة ثانوي لو أنت في مصر فأنت أوريدي بتدرس لغة، بس إيه المشكلة عندك؟ المشكلة إن أنت للأسف المناهج مش كويس، المناهج عقيمة، يعني المناهج ما بتدربناش على listening to native speakers as much as we can، ما بتدربناش على speaking، ما بنتدربش على conversations that we can use in our real life situations، ما بنتدربش على محادثات نقدر نستخدمها في حياتنا اليومية. So you are on the right track. وهضرب لكم مثال مش هروح بعيد، أنا كتيتشر لما بدأت أحسن من لغتي وأهتم بالموضوع شوية بعيدا عن الكلية بقى والدراسة والجوب نفسها كتيتشر، يعني بدأت أطور من نفسي. أول خطوة كنت باخدها كنت بشغل البي بي سي في الطريق لشغلي، فالبي بي سي والله العظيم قسما بالله إنه لو أقول لكم كنت بفهم مثلا بنسبة 30 40%، اللي هو إيه ده؟ What's going on؟ أنا مش فاهمة حاجة، إيه ده؟ كده يعني، بس اللي هو ما يئستش، يعني بدأت اللي هو أخد الموضوع خطوة خطوة، وإن هو زي ما قلت لكم practice makes perfect. التدريب كل شيء، ما تيأسوش، لو حسينا إن أنتوا الريتم عالي شوية عليكم أو السرعة شوية عالية عليكم it's okay. This is the right way to study. هي دي الطريقة الصحيحة. أنا لما بدرس حتى أطفال I speak to them in English. ده أنتوا مرفهين شوية. انتوا مرفهين شويه، انا بترجم بالعربي، يعني انا بقول الجمله in English وبرجع اترجمها للعربي. I don't do this in my classes. بس وبيبقوا زيكم كده اللي هو في اول كام حصه كده مش فاهمين حاجه، تايهين ضايعين، بس بعد كده خلاص بيفهموا، بيحفظوا الاكسبريشنز اللي انا بقولها وبيحفظوا انا قصدي ايه بالاكسبريشن ده وقصدي ايه بالاكسبريشن ده. فعشان كده ممكن تلاقي the whole class الصف كله مع اخر الترم ممكن تلاقيه بيتحسن جدا 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 listening و speaking. تلاقي البنات بتسمع كويس وبتفهم وبتتكلم كويس. بتظل عندنا مشكلة بقى في الأكاديميك بارت أو اللي هي الريدنج والرايتنج، اللي هو محتاج فعلا حد يكون متأسس كويس جدا في القراءة والكتابة وعارف إزاي يركب الحروف على بعضها ويقرأها وعارف قواعد عشان يعرف يكتب. بس الجزء الأساسي هو listening والسبيكينج. So try try as you can قد ما تقدروا listen listen and repeat record yourselves saying the expressions. Okay, let's start عشان ما نضيعش الوقت. Today we have an interesting topic. عندنا موضوع النهاردة شيق جدا. Where are you from? Where are you from? حاولوا تحفظوا الاكسبريشنز او الاسئله اللي انتوا فهمتوا معانيها دي على بعضها كده عشان تقدروا تستخدموها في المحادثات. احنا اتفقنا where is a question word to ask about the place of something. Where دي اداه استفهام بسال بيها عن المكان the place of something. Where are you from يعني انت من فين. Where are you from? Where are you from? Where are you from؟ واتفقنا يعني المرة اللي فاتت قلنا لما هاجي اجاوب لو حد بيقول لي Where are you from؟ مش هقول له You are from، no، هقول You هخليها I. اوكي هقول I. طيب واتفقنا انه في حاجة اسمها verb to be، بعمل حركة المقص وبقول I بدل are، I لازم تاخد am، فهقول I'm أو I am from Egypt. I am from Egypt. يبقى بحفظ السؤال ده زي ما هو كده. Where are you from? Where are you from? I'm from Egypt. I'm from Japan. I'm from Brazil. I'm from the US. Okay? Snapshot, listen and practice. Here in this part, we're gonna talk about or we're gonna present the names of the largest cities in the world. Largest cities. City اللي هي مدينة. City. City. Is there a difference between the word city and the word country؟ في فرق، هل تفتكروا في فرق بين كلمة city city أو city ممكن تسمعوها city city وكلمة country؟ Yes of course. City city يعني مدينة. Okay؟ But the country يعني الدولة. For example, Egypt is a country. Egypt
is a country. مصر دولة. When talking about the capital of Egypt, it's Cairo. لما اتكلم عن عاصمة مصر فهي كايرو اللي هي القاهرة. So Cairo is a city. Egypt is a country. مصر دولة وعاصمتها مدينة القاهرة. Okay? We're going to learn how to say the names of the largest cities around the world. هنتعلم مع بعض ازاي ننطق أسماء أكبر المدن على في العالم. First we have, oh, of course here we have cities and here we have countries. Okay? Tokyo. 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 Do you know where Tokyo is? عارفين طوكيو فين؟ طوكيو. طوكيو. It's the capital of Japan. عاصمة اليابان. طوكيو. طوكيو is the capital of Japan. Japan. اليابان. Number two. Delhi. 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 And if you notice, لو ملاحظين كلمة حرف ال H هنا silent letter, we don't pronounce it, ما بننطقوش, بنقول على طول Delhi. بالعربي بنقولها Delhi, Delhi, وهي مدينة في الهند. It's in India. 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 India اللي هي الهند. Okay? طيب, when we come to Shanghai. 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 It's a city in China. العربي برضو بنقولها شانغهاي ودي طبعا مدينة في الصين. شانغهاي. شانغهاي. مكسيكو سيتي. مكسيكو سيتي. مكسيكو سيتي. مكسيكو سيتي is the capital of Mexico. عاصمة المكسيك. The capital of Mexico. مومباي. 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 It's in India too. It's a city in India, مدينة في الهند. We have Sao Paulo. Sao Paulo. Sao Paulo. It's a city in Brazil. Sao Paulo, برضو بنقولها بالعربي بنفس الطريقة, وهي مدينة موجودة في Brazil. Brazil. Osaka. Osaka. Osaka is a city in Japan. مدينة في اليابان. Osaka. أوساكا. بيجين. 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 أكيد سمعتوا الاسم ده قبل كده, حتى بالعربي برضو بنقولها بيجين. And it's the capital of China. عاصمة الصين. عاصمة الصين. بيجين. نيويورك. 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 It's in the USA or in the US or we say the United States of America. اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. Then we have Cairo. Cairo, القاهرة. Of course, it's the capital of Egypt. But please don't say it Cairo. حدش يقولها Cairo. You have to pronounce it as a qaf, qaf sound in Arabic. You know the qaf? So you have to say it Cairo. Cairo. Cairo is the capital of Egypt. Okay, the most important thing here, أهم جزء هنا هو إنه all the names of cities and countries have to start with a capital letter. كل أسماء الدول والمدن لازم تبدأ بكابيتال letter, حرف كبير. Okay? That's all here. It's important to pronounce them in the right way. هنا كمان كنت عايزة أعلق على كلمة برازيل. برازيل. طبعا إحنا في العربي بنقول البرازيل. فأحيانا بيكون في mispronunciation for this word, بيكون في نطق غلط للكلمة دي بسبب تأثير أو influence of Arabic language, يعني بسبب تأثير لغتنا العربية فبنقولها برازيل. But it's not pronounced like this, it's pronounced Brazil. Brazil. بخطف المقطع الأول تماما وبروح للمقطع الثاني أعمل عليه stress, أوضحه أكتر, أعلي صوتي أكتر, فبيكون هو ده اللي stressed syllable, فبقولها Brazil, 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 like this. Okay, let's move on to the next part, which is, of course, conversation. No, we're gonna skip this. لأن هي already موجودة على القناة. If you want to go back, you will find them easily. I'm not from Rio. This is the grammar focus. إحنا اتفقنا قبل كده إنه be اللي هي verb to be, الفعلية كون, ليها ثلاث تصريفات في المضارع اللي هما am, is, and are. Am, is, and are. Am, is,
and are. What's the difference between the three of them؟ إيه الفرق بينهم هما الثلاثة؟ بكل بساطة am تيجي مع I، بقول I am. Is يجي معاها he و she و it. Okay, so I say he is, she is, it is. Okay. طيب عندنا كمان we have also are تيجي مع you, we و they. فبقول you are، بقول they are، بقول we are، نحن نكون. Okay, so I can say I am from Egypt. I am from Egypt. He is from Egypt. She is from Egypt. It is a cat, for example. You are Egyptians. You are Egyptians. They are from Egypt. We are from Egypt. يبقى اتفقنا. I am, he is, she is, it is, you are, they are, and we are. طيب لو عايزة أعمل negative statements، يعني إيه negative statements؟ يعني جمل منفية. And yes, no questions اللي اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت، الأسئلة اللي إجابتها لازم بتبدأ يا بيس يا بنو. بعمل إيه؟ بستخدم verb to be في الحالة دي طبعا. لو عايزة أقول أنا من مصر هقول I am from Egypt. I am from Egypt. طبعا I am from، أو لما بسأل السؤال بتاع where are you from، so I'm asking about your hometown. I'm not asking about where you live. أنا مش بسألك أنت عايش فين، أنا بسألك where are you from، أنت منين، so I'm asking about your hometown. بسألك عن بلدك الأصلية، المكان اللي أنت اتولدت فيه. Where are you from؟ I am from Egypt. طب لو عايزة أنفي أقول أنا مش من مصر هقول I am not from Egypt. So just as easy as this we add the word not. شايفين كلمة not؟ بضيفها بعد الاختصار بتاع am و is و are. بضيفها بعد الاختصار بتاع am و is و are. Okay, so I say I'm not from Rio. You're not late. أنت مش متأخر. You're not late. لو عايزة أقول له أنت متأخر هقول له you are late أو you're late. عايزة أنفيها هقول له you're not late. She's not from Japan. هي مش من اليابان. She's not from Japan. He's not from Chile. It's not English. We're not from China. You're not early. They're not in India. طبعا دي الكونتراكشن اللي هي الاختصارات اللي هي apostrophe، وبختصر am و is و are ليه؟ يا اما s يا اما am، الام يا اما ال re. اوكي؟ طيب if I want to ask a question, a yes no question, exactly. لو عايزه اسال yes no question يبقى انا هستخدم هو نفسه verb to be اللي موجود عندي في الجمله او اللي انا بتكلم عنه هستخدمه عشان اعمل سؤال. For example, Are you from Sao Paulo? Are you from Sao Paulo? Am I early? هل أنا جاي بدري يعني؟ هل هنا ال verb to be بمعنى هل عشان كده الإجابة لازم تكون yes or no، يا يا لا. Okay, so are you from Sao Paulo? Am I early؟ إيه اللي بيخلينا استخدم are؟ إنه هنا الضمير you، إحنا اتفقنا you are. ايه هنا خلاني استخدم am؟ انه ضمير I انا، يبقى اتفقنا انه I لازم معاها am. بس في السؤال زي ما اتفقنا بعكس، مش بقول I am، بقول am I early. Is this from the US? Is she from the US? Is she from the US? ايه اللي خلاني استخدم is؟ انه هي she. Is he from Mexico? Is it French? Are you from South Korea? Are we late? Are they in Egypt? Okay, take care of how to ask that question. لازم بيكون في intonation شوية، لازم بيكون في صوتي بيطلع وينزل شوية، not like the Arabic language, okay? So I am اختصارها I أو نفيها I'm not. You are نفيها you're not. She is she's not. Yes, he is. No, he's not. It is. It's not. We are. We're not. You are. You're not. They are. They're not. Okay?
It may be confusing for those who are still starting. ممكن تكون شوية بتلخبط مع اللي لسه بادئ دلوقتي، بس إن شاء الله مع التدريب اللي هناخده في الزوم هنتدرب أكتر على البارتس اللي احنا درسناها في اليونت 6. Let's move on to the next part. طبعا دي كلها exercises فهنخليها للمحاضرات اللايف اللي هتكون على الزوم إن شاء الله. وباي ذا واي، قبل ما انسى، انا هثبت لينك الزوم ان شاء الله اول ما نقرر الموعد، هثبته تحت الديسكربشن، في الديسكربشن بوكس below the videos هثبته عشان يكون الوصول سهل للجميع. في حاجة عندنا بقى في البرونانسيشن، في النطق، اسمها syllable stress. syllable stress يعني ايه syllable stress؟ طبعا ده مشروح برضو بالتفصيل في المحاضرات السابقة، بس أنا هقوله على السريع جدا. syllable stress ده برسمه عن طريق النقط دي، إن أنا في مقاطع في الكلمة، طبعا الكلمة لو فيها two vowels، فيها حرفين متحركين اللي هم ال A E I O U، A E I O U هم دول ال vowels. كنا بندرسها زمان للأطفال عشان ما ينسوهاش، نقول لهم A E I O U Happy birthday to you كده، يعني بنعمل لهم زي لينك يعني عشان ما ينسوش الموضوع. if this is suitable for you، لو هيخليك تفتكرها، okay keep saying it to yourself. طيب China طبعا دي فيها two vowels، فيها حرفين متحركين، فبالتالي it's a two syllable word، هي كلمة مكونة من مقطعين. امتى بقى، فين بقى احط الستريس؟ فين؟ على اي مقطع؟ هو ده اللي لازم اعرفه وانا بدرس اي كلمه جديده. هتقولوا لي طب ايه القاعده؟ هقول لكم مفيش اي قاعده. If you're studying a new word, you have to go back to a dictionary، لازم تروح للقاموس وتبدا تسمع الكلمه دي من النيتيف سبيكرز ازاي بيقولوها، حاطين الستريس فين، على المقطع الاول ولا على المقطع الثاني. For here in this word China، China، أنا خطفت الجزء الثاني، نا نا نا، حتى الإيه حولتها لحاجة اسمها شوا، خطفتها بسرعة جدا، ما قلتهاش China، no I said it China China China. So the stress is on the first syllable. The stress موجود فين؟ على المقطع الأول. Okay the second one Turkey Turkey. شفتوا كي اتخطفت بسرعة جدا، تر هي اللي عليها الستريس، فبقولها Turkey. I want to travel to Turkey one day. I want to travel to Turkey one day. I want to travel to Turkey one day. وبعدين هقول لكم على حاجة، معلش معلش I'm sorry بس افتكرتها دلوقتي وأنا بتكلم. موضوع الفاست أو السرعة، الموضوع مش موضوع إنه الإنسان بيتكلم بسرعة ولا ببطء، الموضوع موضوع هو بيعمل لينكينج للكلمات وهو بيقولها ولا لأ. يعني انت ممكن يكون حد قدامك مش بيتكلم بسرعة، هو بيتكلم بالراحة عادي جدا، بس هو مشكلتك في انك مش فاهم اللينكينج اللي بيحصل بين الكلمات. فانت عايزه يقول لك مثلا I want to travel to Turkey one day عشان تفهمه، لكن هو لو قالها لك I want to travel to Turkey one day he's not speaking fast، هو مش بيتكلم بسرعة، هو the same speed، هو نفس السرعة، بس الفرق ان هو he linked the words together، هو ركب الكلمات ولزقها في بعضها. I want to travel to Turkey one day. طيب the next one، يبقى هنا دي الكلمات اللي المقطع الأول فيها stressed والمقطع الثاني not stressed. For here العكس بقى، هنا العكس. Brazil 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 Brazil. Japan، الستريس في Japan على المقطع الثاني. Japan Japan Japan. He's from Japan. Canada. Canada. شفتوا الستريس فين؟ على Canada. وبعدين الاثنين التانيين، طبعا هنا لو لاحظتوا ده 3 بقوا 3 dots. ليه؟ عشان بقى فيه 3 syllables، بقى فيه 3 مقاطع في الكلمة. ليه بقى فيه 3 مقاطع في الكلمة؟ لأنه فيه 3 vowels، فيه 3 حروف متحركة، فبقسمها كده Canada. هي كده 3 حروف، 3 syllables sorry، امسحها بقى عشان تركزوا. كندا كندا كندا. مكسيكو مكسيكو نفس الشيء، مكسيكو مكسيكو مكسيكو، الاسترس على المقطع الاول. هنا 3 syllables 3 مقاطع، ولكن الاسترس على المقطع اللي في النص. ماليجا ماليجا
مليجا، بستريس هنا مليجا، موروكو موروكو، مليجا اللي هي المغرب اللي هي ماليزيا طبعا، وهنا موروكو اللي هي المغرب، موروكو موروكو. اوكي let's move on، ننتقل. وطبعا زي ما قلت لكم، اللي عايز شرح بالتفصيل you can go back to the channel you will find everything you need there. تقدروا ترجعوا للقناة هتلاقوا شرح بالتفصيل هناك. طيب when we come to the speaking part، جزء الـ speaking، هنبدأ نتكلم عن، لما بسأل عن شخص مثلا من هذا فبقول who's that who's that who's that. طيب طبعا كان في المحاضرة، في المحاضرات اللي فاتت، شرح بالتفصيل للquestion words، كلمات الاستفهام، اللي هو بسأل عن المكان باستخدام where، بسأل عن الأشخاص باستخدام who، بسأل عن الطريقة أو الكيفية باستخدام how، بسأل عن الـ عن التايم أو الوقت باستخدام when. ف I'm not gonna go back to this، I'm so sorry، مش هشرح الكلام ده مرة تانية عشان بس الفيديو ما يطولش مننا، بس هخليكم يعني it's okay، زي ما قلت لكم تقدروا ترجعوا تشوفوا. listen and practice، هنا speaking numbers and ages. ليه بحتاج النمبرز؟ ليه المنهج ده بيمشيني كده تدريجيا، بيديني الحاجة المرتبطة بالconversation اللي هو هيشرحها لي. يعني for example in unit 1، في اليونت الأول كان ادانا النمبرز from 0 to 10، والletters from A to Z. ليه؟ عشان كنا محتاجينهم في giving our information, our personal information. كان لما حد يسألني عن رقم تليفوني I have to say the numbers، حد بيسألني عن اسمي and how to spell it so I have to say the letters. okay so that's why إن المنهج ده منظم جدا، بياخد بإيدنا كده خطوة خطوة عشان نقدر نعمل التاسك، مش بيرميني في وسط البحر كده واللي هو يلا عوم بقى وخلاص. لا، بيعرفك الأول إزاي تنطق how to pronounce، وبعدين يبدأ يخليك تتدرب على conversations. okay listen and practice. طبعا 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 أو 20، صح ما فيش مشكلة، 21 22 23 24 25 26 27 7 27 28 29 30 30 30 40 50 60 70 80 90 100 101 102 101 102 103. اوكي طيب ليه بندرسهم هنا؟ عشان في confusion كبير جدا، confusion ضخم، في كده ارتباك بيحصل للنيتف سبيكر لما احنا كعرب او كعرب نيجي ننطق له النمبرز، خصوصا ان احنا we mix them. ازاي يعني؟ كلمة 11 كلمة 13 for example، احنا عندنا 13 اللي هي 13 طبعا this one، وعندنا 30 where is 30 here it is اللي هي 30. طبعا احنا لما بنيجي نتكلم بنخلط بينهم، فايه اللي بيميز 13 عن 30؟ هو السيلابل ستريس، او الستريس اللي احنا اتكلمنا عنه قبل شويه. 13 الستريس فيها على المقطع الثاني هنا، 13 13 13 13، المقطع الاول بخطفه بسرعه جدا والمقطع الثاني بطوله، 13 13. ده لما احب اقول 13 13. طب لو عايزه اقول بقى 30 هقولها ازاي؟ ازاي هقولها 30 30. الاسترس هنا تحول بقى على المقطع الاول وليس المقطع الثاني، وده بقى اللي بيخلي النيتيف سبيكرز يفهموني او ما يفهمونيش، هل انا حطيت الاسترس بشكل صحيح ولا لا. يعني لو انا عمري 13 مثلا وهو قال لي مثلا how old are you، فانا هقول له I'm 13 years old، I'm 13 years old، هو ما فهمش انت قلت ايه، لانه انت لازم تحط الستريس على المقطع الثاني، لازم تقول I'm 13 years old I'm 13 years old، لازم تعمل ستريس على المقطع الثاني عشان ما يلخبطش بينها وبين I'm 30 years old
I'm 30 years old. يعني أنا عمري 30 سنة. So take care, try to practice them, try to repeat. حاولوا تكرروهم مع نفسكم to be able to pronounce just like natives. طيب لو أنا عايزة أقول بقى أهي for example 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. لو تلاحظوا هنا المقطع الأخير بيتخطف بسرعة جدا 60, 50, 40, 30, لكن هنا 13, 14, 15, and so on. Okay? If you need more details, you can go back to the channel. اللي حابب تفاصيل أكتر يروح للقناة. دول خلاص already يعني دي البيسك questions for conversation يا جماعة. الأساسيات بتاعت أي محادثة. What's your name? My name is Sophia. Where are you from? I'm from Canada. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, زي ما قلت لكم في فيديو بيشرح بالتفصيل ال question words اللي هي كلمات الاستفهام what, where, how, who, من, how old, كم عمره, what's she like, who, من, where, أين, what, okay? So if you need more explanation for this, هتلاقوه بالتفصيل. كنا بقى يعني بنشرحه شرح تام كأنه بنحط صور وناخد examples ونتدرب عليه. So I advise you to go back, guys, والله. I advise you. لو أنتوا حاسين أنه نسبة الفهم من ال quick revision دي بالنسبة لكم لا يعني في أفضل من كده. It's not the best. So I advise you. أنصحكم ترجعوا للقناة. Okay. The last part in today's session or in today's video, describing people. وصف الناس. إزاي أوصف الناس. Sometimes you want to describe someone but you don't know the right adjective. أنت مش عارف الصفة اللي أنت هتوصفه بيها. So it's very important to learn about the adjectives to describe people. مهم جدا إني أتعلم الصفات اللي ممكن أوصف بيها الناس. For example, the word pretty. Pretty. Take care of the p sound. Please don't say it pretty. Say pretty, pretty. There is a bunch of air. لازم يكون في هواء بيخرج من بين شفايفي وأنا بنطق حرف ال P. فبقول pretty, pretty, pretty. She's pretty. For example, جميلة. بمعنى إيه pretty؟ بمعنى beautiful, beautiful. طيب can I say he is pretty? Of course, no. ما أقدرش أوصف ولد أو راجل إنه pretty ولا حتى beautiful. خطأ خطأ يعني فادح fatal fatal mistake خطأ فادح إني أقول he is a pretty man أو he is a beautiful man we cannot say this ما نقدرش نقول كده طيب حيرتينا طب لو عايزين نوصف راجل بأنه شكله جميل نقولها إيه نقولها he is a handsome man he is a handsome man أو he is handsome handsome بس الدي بخطفها شوية كأنها silent letter handsome He is handsome. He is handsome. طيب لو عايز اوصف الاثنين بقى عايز طب انا بقى مش عايز لا صفه للراجل ولا صفه للست ما بحبش افرق عايز صفه اوصف بيها الاثنين ان هو حد جميل او ان هي حد جميله. So in this case you can say good looking. Good looking. Good looking. شكله جيد شكله حلو. Good looking. She is a good looking girl. He is a good looking man. Good looking. Good looking. Okay, we have an adjective here that describes people who talk a lot. الناس اللي بتتكلم I'm sorry. الناس اللي بتتكلم كتير بسميها talkative. 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 Talks. Talks a lot. This means that they talk a lot. بيتكلموا كتير. Friendly. ودود أو بيصاحب الناس. Friendly. Friendly. Kind. طيب. Kind. He's a kind man. He's a kind man. Funny. Funny. مضحك أو مرح. Funny. Funny. He's a funny boy. She's a funny girl. Quiet. هادئ. Quiet. Quiet. هادئ. He's a quiet boy. He doesn't make noise at all. He doesn't make noise at all. ما بيعملش ضوضاء. ما بيعملش إزعاج. Serious. Serious. يعني جد. حازم كده. So let's look at the pictures and try to find the serious man here. Can you tell me about the serious man here? I think this guy is serious. Look at him. He's not talkative. وجد جدا. He is serious. Maybe this girl is also serious, right? Maybe this girl is also serious. جد. Okay.
What's the next one? We have shy. Shy. Shy means خجول, يعني حد خجول أو عنده حياء. Okay, so maybe this girl is shy because she's standing away from the crowd. She doesn't talk to anyone. واقفة بعيد عن المجموعة ومش بتكلم أي حد. So maybe she's shy. She's shy. خجولة. She's shy. The next one. Tall, طبعا عارفينها سهلة جدا, يعني طويل. وعندنا heavy. Heavy. Heavy يعني تقيل أو وزنه تقيل. We can say heavy. ونقدر نقول كمان طبعا fat. Fat يعني سمين. وعندنا كمان thin. عايزاكم برضو تاخدوا بالكم جدا من النطق. ف ف ف ف زي الحروف اللثوية عندنا في العربي زي الث, لازم يكون لساني خارج لبره شوية وأنا بنطقها, لأن لو قلتها سن, لو قلتها سن بقى معناها حاجة تانية خالص, بقى معناها ذنب أو خطيئة. سن, لكن هي thin. thin يعني رفيع. Okay, so there are some adjectives to describe the personality. في بعض الصفات اللي بوصف بيها ال personality الشخصية, زي إني أقول talkative, بيتكلم كتير. talkative, he's talkative. I'm not talking about the appearance. أنا مش بتكلم عن الشكل الخارجي بتاعه. No, I'm talking about the personality. أنا بتكلم عن الشخصية. So I say he's a talkative person. So if you want to describe someone, لو حابب توصف حد, you can talk about the both parts, الجزئين, تتكلم عن his personality, شخصيته, وعن his appearance, عن مظهره أو شكله. So you say, he's a talkative boy, but he's handsome. She's a talkative girl, but she's pretty. Okay? This is how to describe people. ده إزاي أوصف الناس. And I think this is the end of today's video. Thank you so much for today. شكرا انكم متحمليني. ان شاء الله باذن الله خلاص احنا الفوت او التصويت اللي موجود على القناه عن موعد محاضره الزوم هيتقفل بكره اللي هو الجمعه ان شاء الله رب العالمين. اذا اتفقنا على السبت هقابلكم السبت اللي هو بعد بكره على طول. مفيش نو ريست, لا مفيش نو ريست, خلاص استغلوني وانا فاضيه, عشان لما بنشغل ببقى خلاص بختفي, بدخل في الاعماق. فلو اتفقنا على السبت هندخل السبت زوم. الناس بتسألني هي المحاضرة اللايف ازاي؟ المحاضرة اللايف بتكون عن طريق الزوم. لو اتفقنا على الأربع يبقى هنتقابل الأربع اللي هو بتاع الأسبوع اللي هيبدأ إن شاء الله رب العالمين. That's all for today. Thank you so much and goodbye.